ازيك يا شباب؟ المفروض في الفيديو ده هنبدأ نشرح السويتشز. احنا عارفين اي سيمبل بنستعمله في مشروع لازم نوصفه في الليجند، فلازم نتعرف الاول على السيمبلز اللي احنا هنحتاجها. تعال نشوف اول سيمبل هنا. اول حاجة السويتش ده اللي هو الزرار اللي انت بتتحكم فيه الكشاف، تولع او تطفي الكشاف زي الموجود عندنا في البيت. فده وان جانج وان واي، ده اللي زي عندك في البيت، ده برضه هو بس الزرارين. طب ده هو اللي عندك، بس الفكرة ان ده الاي بي بتاعه عالي، بس ده بنحطه في مكان مثلا زي الحمام فبيبقى ويت اريا، فلازم اجيب له اي بي عالي، اي بي 54. او مثلا في جراج فبيبقى الدست في نسبة دست عالي برضو، بيبقى نسبة الوتر وهكذا. طيب ايه بقى وان جانج تو واي دوت؟ ده فكرة، يعني فكرة عمله ايه؟ تخيل معايا ان ده كوريدور موجود في فيلا او موجود في شقه كبيره، ايا يعني كان كوريدور كبير كده، تمام؟ فانت واقف هنا في المنطقه ديت كده وعايز تخش الاوضه ديت، فانت عايز تطفي النور اللي في الكوريدور ده. فتخيل معايا لو انا حاطط سويتش عادي طبيعي هنا زي اللي احنا عندنا في البيت، فانت هتضطر تمشي كل ده وتطفي النور وبعد كده ترجع تاني تخش الاوضه دي، فده مش طبيعي. طب تخيل لو انت هنا مثلا قلت احط السويتش هنا، فبرضه هتمشي المسافة دي كلها تطفي النور وبعد كده ترجع تاني تخش الأوضة، فده مش طبيعي. قال لك أنا هستعمل حاجة اسمها تو واي. يعني ايه تو واي؟ قال لك والله لو في كشافات هنا أنا أقدر أتحكم في الكشافات دي من ده أو من ده. يعني أنا لو هنا أقدر أطفي وأولع الكشافات من ده، لو أنا هنا أقدر أطفي وأولع الكشافات من ده، تمام؟ دي فكرة التو واي. ده نفس القصة، هو بس الفكرة الأي بي بتاع عالي، ده برضه هو بس ايه، ده تو جانج. تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف احنا بنحط السويتشات بقى على ايه. اعتقد السويتشات دي حاجه سهله قوي بتقابلكوا في بيتكوا اصلا، تمام؟ تخيل معايا مثلا اوضه زي دي. اول حاجه انا برسم السيناريو اللي انا عايزه. مبدئيا اول حاجه الامرجنسي بيتحط على سويتش لوحده والنورمال بيتحط على سويتش لوحده. تعالى مثلا اوضه زي دي، انا هقول لك السيناريو اللي انا عايز اطبقه. طبعا ده امرجنسي فهحطه على سويتش لوحده، وانا عايز سويتش اولع اطفي منه الكشافين دول مع بعض، وسويتش تاني اولع اطفي منه الكشافين دول مع بعض. فانا كده محتاج 3 سويتشات، واحد للكشاف ده وواحد للكشاف ده والكشاف ده وواحد تالت للكشاف ده والكشاف ده. قال لك طب تمام اهو، خدت واحد وان جانج للامرجنسي، واحد تو جانج للنورمال. قال لك طيب انا اعرف منين ان السويتش ده للامرجنسي او السويتش ده للكشاف ده والسويتش ده لده وده؟ يعني انا اطبق ازاي السيناريو ده؟ قال لك والله بص، انا هرقبهم ب A B C. بمعنى انا لو قلت دلوقتي ان السويتش ده عليه سي، فانا لو حطيت هنا سي على الكشاف ده يبقى اذا السويتش ده بيتحكم في الكشاف ده. طب تعالى مثلا السويتش ده، تمام؟ ده تو جانج، تمام؟ انا قلت اول واحد هيبقى A والتاني واحد هيبقى B. قال لك اه، يعني زرار ل A وزرار ل B. فقال لك تعالى نبص كده، انا قلت ده وده هيبقوا مع بعض، فانا حطيت ده A وده A. اه، يعني انا اول ما هطفي واولع الزرار اللي عندي A دوت، ده وده هيولعه او ده وده هيطفي. طبعا بي حط ده وده، ده لو عايز اطبق السيناريو. طب تعالى في حمام زي ده، طبيعي ان انا احط سويتش جوه اي بي بتاعه عالي. قال لك والله انا شايف ده حمام مريض في مستشفى، في حاجه برايفت شويه، فانا ممكن احط سويتش بره. قال لك طب ليه ما احطوش جوه؟ قال لك لو حطيته جوه هجيب الاي بي عالي كده هيبقى اغلى، فانا بحاول اوفر لان احطه بره. وانت ممكن تحطه بره وتجيب اي بي عالي عادي برضه. نفس القصه في التراس، حطيته جوه الاوضه بحيث لو انا حطيته بره لازم اجيب الاي بي عالي وهضطر ادفع فلوس اكتر، تمام؟ طيب تعالى مثلا اوضه زي دي، انا عايز ان انا اعمل سويتش للامرجنسي وسويتش للنورمال مره واحده. خلاص انا مش محتاج ارقم، يعني انا مش محتاج انا هنا مش محتاج اقول A و B والجوده، لا خلاص واضح جدا ان ده للامرجنسي وده للنورمال، فمش محتاج ارقم، سهله يعني، تمام؟ طيب انا كنت قلت ان احنا بنواير الكوريدورات لوحدها، ليه بقى؟ تخيل معايا السيناريو لو انا قلت انا هحط سويتشات، فتخيل معايا لوحه كبيره زي دي بكل الكوريدورات دي، واحد المفروض يصحى الصبح يقعد يلف في المستشفى كله يقعد يدوس على السويتشات عشان يولع الكوريدور، ده طبيعي؟ قال لك لا ده طبعا مش طبيعي، تمام؟ قال لك طب ايه الحل؟ قال لك احنا بنحط لوحه اسمها اللايتنج كنترول بانل. اللوحه دي بنحطها في مكان في المستشفى او بنحطها في مكان ايا كان في المبنى، سواء المبنى نوع ايه، تمام؟ قال لك انا اقدر اتحكم من اللوحه ديت بكل الكشافات اللي في المستشفى او الكشافات اللي انا بختارها، تمام؟ فانا اتخيل معايا انا حطيت هنا لوحه كنترول بانل، لايت كنترول بانل في الحته ديت، تمام؟ وقلت انا من لايت كنترول بانل هبدا اتحكم في الكوريدورات دي كلها. يعني انا واحد بس هيصحى الصبح هيجي هنا يقف
اللوحة ديت يبدأ يولع كل الكوردرات ديت كوردرز ديت تمام، ويجي بالليل يجي عندي برضه لايت كنترول بانل يطفي كل الكوردرز ديت. طبعا هعمل فيديو شرح لايت كنترول بانل بالتفصيل وهصورها وهوريكم الكونتنت بتاعها من جوه، بس باختصار لايت كنترول بانل ده عبارة عن بوش بوتون وكونتاكتورز تمام. فبالتالي الكوردرات بتاعت المبنى كله بقى لو مبنى كبير فبيبقى فيه اوضه كده فيها كذا لايتنج كنترول بانل تقدر تحكم فيها في المبنى كله. فهو الصبح الاوضه دي مثلا محطوطه في مكتب، في الامن محطوطه في اوضه كهرباء، محطوطه في اي اوضه ايا كان، بس تبقى في اوضه لوحدها كده لايتنج كنترول بانل، بيجي الصبح يفتحها ويقعد يولع كل الكوردرز بتاعت المبنى كله، ويجي بالليل يطفي كل الكوردرز. هو بيبدا يتحكم فيها، يبدا بقى يشغلها الصبح يخفف الاضاءه الظهر بعد كده يطفيها بالليل، هو حر. فعشان كده احنا بنواير الكوردرز لوحدها. بس دي كل حاجة عن السويتشات. انا شرحت يعني المفروض كنا نعمل التسمية الاول بعد كده السويتشات، بس انا قلت اشرح السويتشات الاول عشان يبقى سهل ليا ان انا اشرح التسمية عشان تفهموا اكتر تمام. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا.